مالي مفوض قبل دعشت مفوض بالشرطة. اسمي مفوض ثامر أبو عمار. زين دخلت المسلك وعمري 17 سنة وحاليا 61 سنة. خدمت هذا المسلك لمدة 40 سنة بكل إخلاص وبطنية. ما غبت ولا هربت ولا تخاذلت بكل أي بيش كان. بعد دخول داعش تركنا المسلك بسبب ضغوط داعش علينا واعتبرنا أسرى حرب. أي بلد يخوض معركة لازم يقع أسرى، فإحنا أسرى حرب ليس متخاذلين مثل ما يقولون أنتم متخاذلين. إحنا ما متخاذلين، اللي متخاذل الضباط الرتب العالية تخاذت، باعت البلد، باعت الوطن بفلوس دولارات. بعد هذا قدمت معاملة تقاعد وحصلت موافقة من وزير الداخلية بحالتي على التقاعد. هذا الكتاب من مكتب وزير الداخلية محال إلى الموارد البشرية تاريخ 24/9/2017. التقاعد كملت إضباره على حسب الأصول وانحالت إضباره إلى هيئة التقاعد الوطنية قسم أمن داخلي. أنا قبل ما أطلع على التقاعد أسوي التقاعد اشتغلت شايشي لغرض عيش عائلتي. أنا قاعد ببيت إيجار، ما رأي شيء أني من الدولة، رايد استحقاقي التقاعدي. عندي خدمة 40 سنة مع الحركات 65 سنة، عمري 61 سنة. توقفت يقول لك كونك أنت مفوض مطرود يابا، السبب الطرد شنو؟ سبب عدم التحاق، وسووا مجلس تحقيقي وانشملت بالعفو. يعني اللغة، كل شيء اللغة. حرموني من نهاية الخدمة، حرموني من المكافأة، ورضيت بهذا الشيء. قلت بيه خالف بهمشي أخذ الهوية التقاعدية عيش أنا وعائلتي بكرامة. زين أهلي هنا كأجير بالشاي، يوميتي 5000 6000، لأن معايا شريك. 5000 6000 وإيجارك 250، عندك عائلة مكونة من 5 نفرات تقدر تعيش عائلة؟ خلي يسمعوا المسؤولين، أي مسؤول خلي يسمع. أبو البرلمان يخدم له شهرين ياخذ تقاعد 5 ملايين 6 ملايين، ليش؟ على رأسه ريشة، حرر العراق هو، إيش سوى؟ كان بالخارج. زين إحنا تعبنا، إحنا أهل البلد، إحنا ضحينا، ضحينا بشبابنا، ضحينا بكل شيء ضحينا. زين اتغربنا، كل شيء سوينا نخدم هذا الوطن، وتالي ما تالي احنا كل شيء ما نحصل. ليش ما نحصل؟ هذا استحقاقي اني. يطلع وزير الماليه يقول لي خدم البلد يومين ياخذ تقاعد، اني ما خدمت يومين، خدمت 40 سنه. وين التقاعد مالي؟ وين التقاعد؟ اروح اراجع، هاي من الشهر الرابع لحد الان، اطلع لبغداد وارجع من بغداد متدين 1.5 مليون. زين يابا دمشونا، ولا تعال بعد اسبوع، تعال بعد شهر، تعال بعد اسبوعين، تعال ورا رمضان، تعال ورا العيد، تعال ورا كذا. انجلطت نمت مستشفى، هاي العالم كلها تعرف انجلطت، صار بيها ذبحه من ورا المعامله. راديو الغد، وطن يمتد.